المديرين الفنيين بالنسبه للنادي الفيصلي، ايضا كابتن حسام البدري للنادي الاهلي. امير، مساء الخير عليك. امير، مساء النور عليك يا هارد لك يا امير. هارد ليك وهارد لضيوفك طبعا، هارد لك لضيوفك الكرام، هارد لك لكل جمهور النادي الاهلي. اكيد امير، يعني ما بعد المباراه والمؤتمر الصحفي بالنسبه للمديرين الفنيين، يعني اخر الجديد او الجديد في تصريحاتهم بعد المباراه. خليني اقول لك طبعا يا كابتن فاروق، طبعا في البدايه اجواء طبعا حزينه جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، يعني ما كانش حد متوقع النادي الاهلي يخسر مره ثانيه امام فريق فيصلي في الاردني في اقل من 10 ايام، لكن هي دي الكوره. خلينا نتكلم بالتحديد عن المؤتمر الصحفي. كابتن حسام البدري شكر اللاعبين على المجهود اللي عملوه، وقال ان احنا طبعا الاهداف جت نتيجه اخطاء وده وارد في كره القدم، لكن انا بشكل عام بشكر لعيبه النادي الاهلي، واحنا استفدنا بشكل كبير من البطوله دي من خلال بعض العناصر ما كانتش بتشارك، وقفنا على مستواهم الحقيقي عشان نقدر نستخدمهم خلال المباريات المقبله. قال طبعا ان هو حزين بالهزيمه النهارده، لكن قال ان احنا كان لنا اهداف ثانيه اكبر من البطوله دي، وقال ان احنا الاهداف اللي جايه بالنسبه لنا هي الاهم، وهي بطوله كاس مصر، والاكثر اهميه طبعا هي بطوله دوري ابطال افريقيا. لكن بشكل عام هو اكيد في حزن اكيد بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين عقد الخساره في هذه المباراه. في المقابل المدير الفني يعني بوشا طبعا قال تصريحات يمكن مستفزه شويه، وقال ان احنا لو واجهنا النادي الاهلي مره ثالثه هنكسبه برضه. اكيد عندهم ثقه بعد الفوز علينا مرتين في اقل من 10 ايام، لكن اكيد برضه كان التحكيم النهارده ليه دور، لكن احنا طبعا ما بنعلقش كالعاده على التحكيم. النادي الاهلي متعود ان هو يعلق على التحكيم في اي حال من الاحوال، واكيد هارد لك لكل جمهور النادي الاهلي كابتن فاروق. امير، يعني اللاعبين ما بعد المباراه؟ ما فيش طبعا، هيبقى اكيد في بكره راحه، اللاعبين اكيد في حاله حزن شديده طبعا بعد المباراه دي بعد الهزيمه. هم اكيد ما كانش في توفيق النهارده بالنسبه لهم في اكثر من فرصه، بالذات الشوط الثاني. يمكن احنا ادائنا كابتن فاروق، اكيد المحللين عند حضرتك يتفقوا في النقطه دي، ادائنا الشوط الاول بالتحديد كان سيء جدا، وايضا بقى بسبب بعض النواقص بالتحديد في خط الدفاع، واحمد فتحي كارثه النهارده في خط الدفاع، وكان بقى له يمكن راحه تراجع من راحه بقى له مثلا 5 6 ايام، فاكيد الجاهزيه ما كانتش مطلوبه، لكن هو ظرف اتحط فيه الجهاز الفني واضطر ان هو يلجا ليه. في كل الاحوال اكيد ان شاء الله احنا بنبص لقدام، الفريق اكيد بيبص للمقبل، اكيد هو الاهم سواء الجهاز الفني او اللاعبين، وهو اكيد الهدف الاسمى والاهم بالنسبه لنا وبالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي هو بطولة كاس مصر، واكيد الاكثر اهميه بطولة افريقيا. طب امير، بالنسبه لكره صالح جمعه اللي كان بيطالب بيها بضرب الجزاء، انت يمكن كنت في الملعب والجهاز الفني كان موجود وكله موجود، يمكن هي باينه عندنا الى حد كبير ضرب الجزاء في الملعب كانت شكلها عامل ازاي؟ لا، الكرة كانت واضحة جدا يا كابتن، احنا كنا قاعدين في مقصورة الاعلاميين، الكرة كانت واضحة بالنسبة لنا جدا، احنا استغربنا، احنا توقعنا ان الحكم صفر ضربة جزاء اصلا، لكن استغربنا جدا ان الحكم ما حسبهاش. يمكن الحكم بصراحة النهاردة مش موفق خالص، يعني تأثر من قرار، لكن تحقيق ضربة الجزاء دي واضحة وضوح الشمس، يعني طبيعي جدا ان هي كانت تحسب، واكيد لو كانت احتسبت النادي الاهلي قدر يحرز منها هدف كان هيبقى قدامنا فرصة ان احنا نتعادل. عارفين النادي الاهلي دايما في الاوقات الحاسبة بيبقى موجود، لكن كل الاحوال قدر الله ما شاء فعل. طبعا الاهلي اكيد استفاد بشكل كبير من البطوله دي، واكيد الاهم القادم ان شاء الله. القادم ان شاء الله. بشكرك امير هشام، طبعا مراسلنا ومراسل قناه الاهلي في ملعب المباراه، كابتن سمير.